الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دعاء نداء للناس جميعا. جاء هذا النداء بعد 20 آية. أول 5 آيات بيّن فيها الله عز وجل المتقين، وفي آيتين بيّن فيها حال الكفار إن الذين كفروا، وفي 13 آية بيّن فيها حالة المنافقين ومن الناس من يقول ربنا الله. فبعدما قسم الناس هذا التقسيم مؤمنون كافرون منافقون، جاء النداء هنا ليدعو الناس ليعبدوا الله عز وجل وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي كونوا مع الموحدين ومع المؤمنين، ولا نتجاوز ونكون مع الكفر صلى الله عليه وسلم، أو مع المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والله أعلم.